توفيق من مقر النادي الاهلي بالجزيره وملعب مختار التتش، ونطمن كده على مستجدات مران اليوم. اهلا بيك يا محمد. مساء الخير عبد الرحمن، تحياتي ليك ولكل مشاهدينا ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمني كده الاول، التمرين هيبدا الساعه 7 تقريبا، واللعيبه بدات تتوافد الى الملعب ولا لسه؟ يعني عبد الرحمن، يمكن الفتره اللي فاتت اعتدنا ان كان الفريق بيتجمع الساعه 5 وبيبدا تدريباته الساعه 6، ولكن طبعا بعد التعديل الاخير في مواعيد المباريات والمباريات كلها خلاص بقت النادي الاهلي بقت الساعه 9 مساء، ففضل الجهاز الفني ان هو كمان يتاخر بالتدريب طبعا نظرا لارتفاع حراره الجو في هذا التوقيت من اليوم. فاللاعبين بالفعل تجمعوا النهارده الساعه 6، التدريب باذن الله يبتدي ان شاء الله في تمام السابعه مساء. يمكن على طول عبد الرحمن الفريق بيستعد لمباراه بيراميدز بشكل سريع، يمكن على طول عقب مباراه طلائع الجيش الفريق حصل على راحه بس 24 ساعه طبعا، يعني في رغبه مستر مارسيل كولر في اراحه اللاعبين نظرا طبعا لضيق الوقت ما بين المباريات وتلاحم المباريات والضغط العصبي والبدني على اللاعبين. بالامس على طول الفريق ابتدى استعداداته لمباراه بيراميدز، اول الاستعدادات كانت على طول محاضره بالفيديو لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين، بعدها على طول المجموعه لعبت بشكل اساسي او المباراه كامله امام طلائع الجيش، خاضوا بس تدريب استشفائي في الجيم الخاص باللاعبين هنا في النادي الاهلي، بقيه اللاعبين خاضوا بران قوي جدا، ابتدى بالفقرات البدنيه ومن بعدها فقرات الكره واختتم بتقسيمه بين فريقين، كل اللاعبين الحمد لله في حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه. النهارده على طول الفريق بقى بيختتم استعداده عبد الرحمن، زي ما قلنا التدريب هيبتدي فيه تمام السابعه مساء، هيكون طبعا حالا دلوقتي وانا معاك الملعب يعني جاهز تماما لاستقبال اللاعبين. طبعا زي ما انت عارف النظام جوه النادي الاهلي وقبل التدريب من ساعتين تقريبا العمال مع الجهاز المعاون بيبداوا يجهزوا الملعب، حالا معاك دلوقتي بيبقى في اجتماع ما بين الجهاز الفني والاداري والطبي، بيكون طبعا كل اخر المستجدات كل يوم بيقعدوا يتكلموا فيها بشكل يومي. من بعدها على طول بيبقى نزول اللاعبين للملعب، هيبتدي طبعا بمحاضره بسيطه في ارضيه الملعب لمستر مارسيل كولر، من بعدها ان شاء الله يكون تدريب بدني قوي جدا هيشارك فيه جميع اللاعبين، ومن بعدها طبعا تدريبات الكره والجمل الخططيه اللي مستر مارسيل كولر يعني وتطبيقها في مباراه الغد باذن الله، ومن بعدها على طول اخر فقرات المران هتكون تقسيمه ما بين فريقين من اللاعبين، ومن بعدها ان شاء الله رب العالمين الفريق مستر مارسيل كولر يختار 21 لاعب للدخول في معسكر مغلق في احد فنادق القاهره الجديده اللي طبعا معتاد النادي الاهلي على المبيت بيها. ان شاء الله النهارده بقى كمان اليوم في فندق الاقامه عبد الرحمن بيبقى على طول اول ما اللاعبين بيوصلوا بتناول وجبه العشاء، بعدها بقى في اجتماع ما بين الجهاز الفني واللاعبين، وكمان اللاعبين الكبار بيبقى في اجتماعات ما بينهم وبين باقي الفريق بيتكلموا طبعا عن اهميه هذه المباراه خاصه انها مع المنافس المباشر هذا الموسم. بكره كمان يعني في فندق الاقامه الفريق بتاع النادي الاهلي هيبقى برنامجه عبد الرحمن الفطار الساعه 11 الصبح، بعدها على طول بقى التدريب الخفيف اللي متعود عليه على طول مع مستر مارسيل كولر في فندق اللاعبين، بيبقى دايما في تدريب عشان اللاعبين ما يخلدوش للراحه لفترات طويله ويكونوا في فورمه المباراه. من بعدها ان شاء الله الغدا هيبقى فيه تمام الخامسه مساء، وباذن الله رب العالمين المحاضره الاخيره واخر اللمسات الفنيه لمستر مارسيل كولر هتبقى فيه تمام السادسه والنصف. اتمنى له يكون موفق في اختيار الاستراتيجيه المناسبه، التشكيل الامثل، وكمان اللاعبين باذن الله يكونوا موفقين داخل المستوى الاخضر. التحرك باذن الله من فندق الاقامه في اتجاه استاد القاهره هيكون فيه تمام الساعه 7 مساء. دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الاهلي بالتوفيق، وباذن الله اداء مباراه كبيره وتحقيق 3 نقاط يقربونا بشكل كبير جدا من قمه الدوري العام للحفاظ على اللقب العام الثاني على التوالي وال44 باذن الله في تاريخ النادي الاهلي. طيب زميلي محمد توفيق، كانت النهارده قرعه الادوار التمهيديه لبطوله دوري ابطال افريقيا، قول لي كده ايه الانطباعات اللي انت شفتها النهارده من الفرقه، الانطباعات العامه يعني اللي شفتها من الفرقه على نتيجه القرعه. احنا يا هنروح كينيا يا هنروح جنوب السودان، فرقه من كينيا وفرقه من جنوب السودان، قول لي كده الانطباعات اللي وصلتك من الفرقه كانت ايه؟ بالطبع عبد الرحمن، يمكن حاجه مهمه طبعا قرعه دوري ابطال افريقيا والمنافس اللي بتنتظره في دور ال 32 خاصه انك حامل اللقب والبطل التاريخي للبطوله بطوله دوري ابطال افريقيا، يمكن طبعا الجهاز الفني والاداري واللاعبين يعني تابعوها، ولكن طبعا عبد الرحمن التركيز والاهتمام الاكبر هو بمباراه بيراميدز. طبعا انت عارف النادي الاهلي سواء لعيبه او جهاز فني او اداري ودايما في فصل، انت فريق بتلعب كل يوم على بطوله طبعا بالطبع يعني تابعوا القرعه، ولكن طبعا التركيز مصب زي ما باكد لك على مباراه بيراميدز. طبعا المنافس هيكون ما بين جورماهيا كينيا او مريخ جوبا من جنوب السودان، فأي الحالات عبد الرحمن انت لا تخشى احد ولكن الجميع يخشاك لانك بطل البطوله يعني لسنين طويله جدا والبطل التاريخي للمسابقه، بالطبع تابعوها، ولكن طبعا التركيز منصب داخل النادي الاهلي هنا بشكل تام على مباراه بيراميدز، مباراه طبعا يعني ذات اهميه كبرى خاصه انها مع المنافس المباشر، ولكن زي ما كنت سامعك بتقول في المقدمه عبد الرحمن بضم صوته لصوتك، النادي الاهلي المعتاد على البطولات اكثر سواء جماهير اداره جهاز فني لاعبين، التركيز كبير جدا، مباراه زيها زي اي مباراه ب3 نقاط، ولكن طبعا مش هننكر انها امام المنافس المباشر ولها استعدادات بشكل كبير جدا وتركيز كبير جدا، باذن الله نكون موفقين وال3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي والفرحه الجماهير ان شاء الله عقب انتهاء المباراه. شكرا ليك يا محمد على التغطيه الرائعه من داخل النادي الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني عايز كمان اضيف حاجة.